يجب أن ننظر لائحة البناء أنها لائحة مهمة تنظم التخطيط الهيكلي في الكويت، وهي أيضا محرك للاقتصاد. فبالتالي إذا اللائحة غلط ممكن تخرب اقتصادنا. فبالتالي مسؤولية كبيرة صراحة على المجلس البلدي، على البلدية، وعليكم كعقارية أيضا. طيب أنا صراحة ودي أتكلم باختصار، شنو البيسز اللي كواليفاي أي لائحة بناء؟ شون أقول هذه لائحة البناء كواليفايد، هذه لائحة البناء نوت كواليفايد؟ شنو الأساس اللي بناء على أعطي كواليتي جودة حق لائحة البناء؟ أول أساس بحسب وجهة نظري الاحتياجات. صحيح. لازم يكون عندي دراية حقيقية شنو احتياجاتنا. مو احتياجاتنا سنة 56. صحيح. احتياجاتنا اليوم 2020. صحيح. لازم نعرف احتياجاتنا شنو، رقم واحد. فبالتالي احنا لا نروح حق لائحة البناء عشان والله نعدل غرفة نوم او نعدل الممر او نعدل مش عارف ايش، واصلا الديموغرافيا مالت المجتمع قاعدة تتغير. صحيح. وانا ما قاعد الحق عليها. فبالتالي لازم اول شيء يصير عندي تقدير احتياجات، رقم واحد. رقم اثنين لازم اعرف السوق العقاري شو ماشي، وهذا بالذات الاتحاد العقاري لهم دور كبير في معرفة حركة السوق. النظام الحالي حقيقة ما قاعد يعني الناس تضطر انها تسوي وتخالف بعد الكهرباء، وقاعد يشجع حقيقة على المخالفات بشكل وايد اكبر. بالتالي احنا ابتدينا كاتحاد انه يعني احنا محتاجين نعاد النظر في هالموضوع هذا. يعني على سبيل المثال في موضوع السكن الخاص. السكن الخاص بالكويت مثل ما انتم شايفين هو نظام واحد ورجد وصعب انك انت يعني على قولتهم ما هو مرن. الان كل دول العالم في شغله يسمونها اللي هي الجيتد كوميونتي. احنا بالكويت ما نقدر نسوي الجيتد كوميونتي هذه، لان بالنهايه القانون ما يسمح لنا. فمحتاجين نضيف انظمه جديده، محتاجين نعدل بعض الانظمه، انه يعاد النظر في الموضوع هذا. وانا حسب علمي ان البلديه الان في ضغط دراسه اعاده النظر في الموضوع هذا.